فائدة عندي؟ يقدر تحصل يا عادي. هاي حارس هجوم، هاي حارس هجوم. خسرتك اليوم؟ أول مرة أخسر من قائد بعد خسرت ها؟ أول مرة أخسر من قائد. أول مرة 3-1. أول مرة أخسر. والخسارة هذه. أنا طيابات أنا موجود بس الإصابات تبني عليه. جابري. والله good game. شوف الرفاع الدولي. عوضنا خسارة. الحمد لله. شام 3-0 ضامنك؟ اليوم جول. اعترف. المفروض ما تلبس ألماني عشان ما تخرب الفريق. كسره. والله حظك يا شاهين. يعقوب شكرا بعد. والله اللعب ممتاز كان. حق.